بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 39 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ونحن بدأنا نتكلم عن أحداث يوم القيامة، ولعلنا وصلنا في درسنا الأخير إلى الحديث عن هول الموقف وعظائمه. موقف يوم القيامة يعني وقفة الناس في انتظار ما ينتهي إليه كل واحد منهم. هذه الوقفة التي تطول لها هول كبير ولها مخاوف شديدة، يصف البيان الإلهي جانبا منها، ويصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جانبا يسيرا منها. أولا، هذا الموقف من حيث طول الزمن، كثيرون هم الذين يطول موقفهم في انتظار المآل الذي لا يعرفونه طولا شديدا، والزمن نسبي آنذاك بالنسبة لطائفة من الناس عبارة عن آلاف السنوات، وبالنسبة لطائفة أخرى من الناس ربما يعني يقاس بأشهر، وربما كان طوله بالنسبة لفئة أخرى من الناس لا يزيد على طول حلب ناقة كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزمن آنذاك ليس أمرا ذاتيا بالنسبة لجميع الناس، لا، بل هو أمر نسبي، لكن كثيرون الذين يطول الموقف بالنسبة إليه، حتى وقد ثبت هذا في الصحيح، حتى إن الواحد منهم يتمنى لو انتهى من موقفه هذا ولو إلى النار، ولو إلى النار. طول الموقف هذا وصف البيان الإلهي جانبا منه، لا سيما في السور المكية التي نزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الصاخة، صاخة اسم من أسماء يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا وصف من الباري عز وجل لذلك اليوم. علاقة الإنسان نعرفها يعني في دار الدنيا، في حياتنا التي نعرفها، مضرب المثل هي علاقة الأم بوليدها، هذا مضرب المثل. وقد ثبت علميا لدى التجربة أن عاطفة الأمومة أقوى من عاطفة الإبقاء على الذات، يعني دلت التجارب أن الأمة إذا وقعت في خطر وتبين لها أنها إما أن تضحي بحياتها في سبيل وليدها الصغير، أو أن تضحي بحياة وليدها في سبيل بقائها، دلت التجارب أنها تضحي بحياتها في سبيل وليدها، في سبيل طفلها، وهذا معروف متفق عليه.
لكن يوم القيامة لا تتعرف الأم على ولدها أبدا. هذا المقياس الثابت في دار الدنيا آنذاك. هول ذلك الموقف ينسي الأم طفلها، نعم، وينسي الإنسان ذا العلاقة القوية القوية به. تصور إنسانا علاقته بإنسان آخر قوية جدا، من زوج وزوجة، من أب وابن، من أخ وأخ، من إلى آخر ما هنالك، من أم وأطفالها. في ذلك الموقف تنفك عرى الصلة بين هؤلاء الناس، ويفر كل واحد منهم عمن يلوذ به وينساه، لأنه يعود إلى نفسه ويقول نفسي نفسي. وعن هذا المعنى يتحدث بيان الله عز وجل إذ يقول لنا: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. نعم، ربنا عز وجل قال لنا في فاتحة سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الحديث ليس عن حالة الزلزلة، الحديث عن هول القيامة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، لو في حمل يعني، لو قدر أنه في حمل، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ما شربوا خمرة، ولكن عذاب الله شديد. نعم، حسبك من هول ذاك الموقف ما ورد في الصحيح، حديث طويل، حديث الشفاعة، أن الناس يهرعون يوم القيامة إلى الرسل والأنبياء، يهرعون إلى آدم من أجل أن يشفع لهم، فيقول نفسي نفسي دعوني. نعم، ها سيدنا آدم لا يبالي بأحد آنذاك، نعم، وهمه عبارة عن نفسه. يرحلون إلى سيدنا نوح، إلى سيدنا إبراهيم، إلى الرسل والأنبياء جميعا. وحسبكم بسيدنا إبراهيم أنه خليل الرحمن، ومع ذلك كل واحد منهم تائه عن الآخرين كلهم، لا يعود إلا إلى نفسه ولا يفكر إلا في ذاته. طيب، إذا كان هؤلاء الرسل والأنبياء في ذلك الموقف تائهون عن الناس، ذاهلون عن كل شيء إلا عن المصير الذي يتعلق بهم، فماذا يكون شأن الواحد منا آنذاك؟ كيف يكون شأنه؟ هول الموقف شيء لا يستطيع القلم أن يصفه، ولا الخيال أن يتبينه. الباري عز وجل أرجعه إلى يوم القيامة. نعم، والآيات التي تتحدث في هذا الموقف كثيرة. انظروا إلى قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها. جاثية، ما معنى جاثية؟ الجثو، الإقعاء بالانكسار، يعني عبارة عن جلسة الخائف، الجلسة التي سرى الرعب في أوصاله كلها. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام وصف هول الموقف في أحاديث كثيرة، من ذلك ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين. فقالت سيدة عائشة: وسوءتاه،
للرسول عليه الصلاة والسلام: النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ذاهل، نعم، كل إنسان ذاهل إلا عن نفسه، نعم. وهذا وصف عام يصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف. ورد في الصحيح أن الازدحام سيكون شديدا، وأن الضغط على الناس سيكون كالضغط على الحب إذ يكون بين حجري الرحى، وأن الحرارة حرارة الشمس تزداد وتتضاعف، ودنوها من رؤوس الخلائق أيضا يتضاعف، فمن الناس من يصل العرق إلى ركبته، ومن الناس من يصل إلى حقويه، ومن الناس من يلجمهم العرق، نعم، يعني يكادون يختنقون من الزحام، ولا يختنقون، ربما يتمنون لو اختنقوا، لكنهم لا يختنقون، يعني لا يموتون، نعم. وحسبك أنهم يتمنون لو أنهم نجوا من هذا الموقف ولو إلى النار، لكن دائما مع كل جلال جمال أيها الإخوة، ولا نعلم من هم أصحاب هذا الجمال، ومن هم الذين تدركهم رحمات الله عز وجل. ما ينبغي للواحد منا أن يتصور أنه واحد من هؤلاء، بعد أن رأينا أن الأنبياء كل واحد منهم يقول نفسي نفسي، نعم، ويصرف الناس عنه إلى غيره، فلست نستطيع أن نقول لعلنا نحن من هؤلاء الناجين، لكن موجودون أثناء هذا الهول، أثناء هذه الشدة التي تلجم الناس. الباري عز وجل وصف أناسا، لكنه لم يتحدث عن من هم، وإنما تحدث عن رحمة من الله عز وجل تدرك أناسا. يقول الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. عنها عن ماذا؟ عن هذا الشيء الذي نقوله، عن الشدائد. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، حتى في الموقف، نعم، لا يحزنهم الفزع الأكبر. سمى يوم القيامة يوم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. سبحان الله، من هم؟ الباري عز وجل تحدث عنهم، لكنه أخفى لنا الحديث عن أعيانهم، ولله عز وجل في ذلك حكمة. نحن بالنسبة لهؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل ماذا نقول؟ نتأمل أن يجعلنا الله منهم، ونخشى الخشية الشديدة من أن لا نكون منهم، ومن ثم تأخذنا الشدة ويأخذنا الأمل على درجة واحدة. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان إذا عاد أحدنا إلى سلوكه وإلى مظاهر تقصيره في جنب الله، وكلنا ذاك الرجل، سيجد أنه لا يمكن أن يكون من هؤلاء الناس. عندما أعود إلى مظاهر تقصيري في جنب الله، عندما أعود إلى لساني، كم وكم حصد لساني من المحرمات التي نهاني الله عز وجل عن قولها،
عندما أعود إلى عيني هاتين، كم وكم تتبعتا هاتان العينان ما حرم الله النظر إليهما. عندما أعود إلى يدي إلى أعضائي، أنظر كم وكم تحملت هذه الأعضاء من المسؤوليات والمحرمات. أنفض يدي عن الأمل وأقول أين أنا من هؤلاء؟ صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. هل فعلنا ذلك؟ لا. أمسك عليك لسانك، والله كل واحد منا إذا جلس مع أصحابه في الأسمار وفي المناسبات يترك للسانه العناد، يتكلم كما يشاء. نعم، عن فلان وفلان وفلان وفلان. وقد علمنا في أكثر من المناسبة أن الغيبة من الكبائر، مو من الصغائر، من الكبائر. لكن الناس من كثر ما اعتادوا دخول في الغيبة لا يتصورون مدى خطورتها. نعم، عندما نستعمل لساننا كالمنجل، نعم، يحصد كل شيء، كل شيء. وحسبكم كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يحذرنا من الخوض فيما لا يعني، هذا يكفي. طيب، ما نقوله عن اللسان نقول مثله عن العين، نقول مثله عن الأذن، نقول مثله عن اليد، نقول مثله عن النفس. ومن طوت عليه من كبر أحقاد، أحقاد ضغائن، حسد، هذه المحرمات هي التي وصفها الله عز وجل بباطن الاسم. نعم، باطن الاسم هي هذه الآثام التي تكون خفية في النفس، ولعلها أخطر من ظاهر الاسم. والله مستحيل نتصور أنه راح نكون احنا من هدول. ولكن إذا طويت نقائصك وتقصيراتك وتذكرت عظيم رحمة الله وعظيم فضل الله وعظيم كرم الله، فتجد أن المسألة بسيطة، المسألة بسيطة. نعم، الباري عز وجل له رحمة واسعة جدا جدا جدا، لعلنا ندخل في تيارها ونستطيع أن ننتعش بهذه الرحمة عندما نذكر دلائلها الكثيرة، من مثل الحديث الصحيح الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وهو يتلو بعض آيات. نعم، في الحديث عن سيدنا إبراهيم في أواخر سورة إبراهيم، نعم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الكريم. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فأرسل الله إليه جبريل يقول: ما يبكي؟ والله يعلم. فقال: أمتي أمتي، يعني مثل ما سيدنا إبراهيم دعا لقومه أن يغفر لهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أهمته أمته. فأرسل الله عز وجل إليه، أوحى إليه: لن نظيرك في أمتك. كلام رائع. نعم، لما بيقول الباري عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ننتعش. مو ننتعش أنه نحن ناس ملاح، ناس ممتازين، لا لا، نحن مقصرون. لكن ينتعش أحدنا بسبب سعة فضل الله، بسبب سعة كرم الله عز وجل. ولكنك تعود إلى واقعك، إلى مظاهر التقصير في حياتك، وتنسى ذلك وتتذكر المعاصي التي حملتها. وهكذا يكون الإنسان بين حالتي الخوف والرجاء،
هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. يعني نحن لما نرى هذا الكلام، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، يا ربي من هم؟ الباري أخفى الحكيم. اسأل ربك بقى طول الليل والنهار، يا ربي اجعلني منهم، يا ربي تفضل علي وأكرمني بأن تجعلني منهم. نعم، أنا إن عدت إلى نفسي وتقصيري طبعا أنا لست أهلا لهذا، لكن كما قال إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. هكذا يكون الإنسان. أحاديث كثيرة جاءت، منها ما يخيف ويكاد يبعث اليأس في قلب الإنسان من أمثالنا، ومنها ما يبعث البشر بين جوانحك. يعني حديث مسلم في صحيحه وقد ذكرناه وضعه في الدرس الماضي، أن الله عز وجل يدني العبد إليه. لا، لما يقول يدني العبد يعني مثال لملايين ملايين العبيد من أمثاله، ويمد عليه كنفة، يعني أنه بينه وبينه بس، فيذكره الله بأعماله، يقول عملت، الباري يقول كذا وكذا، يقول نعم يا رب، ويقول عملت كذا وكذا في تواريخ، نقول يقول نعم يا رب، وعملت كذا وكذا، يذكره الله عز وجل بالمحرمات التي ارتكبها، فيقول له لقد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. سترتها، تكون هي المعاصي بينه وبين ربه. نعم، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ستر يعني على أخ عورته ستره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وجدت أخا لك قد ألم بمعصية، وبدلا من أن تفضحه على رؤوس الأشهاد مثل ما بيساوي بعض الناس، وبدلا من أن تخوض في عرضه في المجالس، كلما تنقلت من مجلس إلى مجلس تحدثت عنه، بدلا من ذلك سترته ومددت رواق الستر عليه. نعم، الباري سبحانه وتعالى يعدك بأن يستر، أنت يستر معاصيك. كيف يسترها؟ يعني يغفرها. ستر الله العبد يوم القيامة يعني المغفرة. نعم، وهكذا الباري أيضا ذكر لنا عن طريق الحديث الصحيح الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هنالك سبعة أصناف من الناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني يوم القيامة، يعني يكونون في منجاة عن هول يوم القيامة، لا الحر يدنو منهم ولا الازدحام يعانون منه ولا طول الموقف يشعرون به أبدا. سبعة من الناس، أصناف الناس. طيب، كن حريصا يا أخي على أن تكون واحد منهم. من هم؟ الإمام العادل. الإمام العادل أولهم، وحسبك بالإمام أن يكون عادلا، دون ذلك خرط القتال، أمر صعب. نعم، شاب نشأ في طاعة الله، مو مشي منحرف. نعم، بعد ما أدركه الحلم والبلوغ 10 سنوات منحرف، بعد ذلك تاب إلى الله. لا، نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، إذا خرج منها حتى يعود إليها. رجلان تحابا في الله، في الله ممشان أغراض دنيوية، اجتمع عليه وتفرق عليه. نعم، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، أمر صعب. نعم، رجل تصدق بصدقة أخفاها،
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، دليل على أنه ابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، بسيط، ذكر الله خاليا مو بالتهجد الجماعي ما بيصير برمضان بالمساجد، مو بقيام الليل بالمساجد، لا، قام الليل منفردا وأغلق باب غرفته على نفسه وأخذ يناجي الله عز وجل وتذكر معاصيه آثامه، تذكر عظيم نعم الله عليه وكرام الباري إيديه، وهو منحرف ففاضت عيناه بالدمع. الباري عز وجل بيقول له سأحفظها لك، خبيلك يا رب، ما بضيع لك يا رب. يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى ينجيه من هول هذا الموقف. فيا أخي كن حريصا على أن تكون واحدا من هؤلاء الأصناف. نعم، وعندئذ المسألة بسيطة، الباري سبحانه وتعالى كريم. نعم، أما إذا أتبعنا أنفسنا هواها وتمنينا على الله الأماني، لا، هذا تكون عاقبته سيئة جدا. الكيس وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم بمن عمل لما بعد الموت، أيقن بالله وعمل جهد استطاعته لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يعني استجاب لكل ما تتطلبه نفسه ورجع يقول الباري رحمن رحيم سيغفر لي، سيتوب علي، نعم، سيصفح عني. هذا اسمه عاجز، ما اسمه كيس. هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا هو باختصار هول الموقف يوم القيامة. ثم يأتي الحديث عن الميزان. ربنا عز وجل يقول والوزن يومئذ الحق. لاحظوا هذا التأكيد، وكأن السبب في هذا التأكيد أن يتغلب البيان الإلهي على ما يجول في خواطر بعض الناس من أنه ما الحاجة إلى الميزان يوم القيامة؟ ماذا سيوزن في هذا الميزان؟ هل هي أثقال عبارة عن أحجار، عبارة عن أشياء يعني عينية؟ ما في شيء من هذا. المسألة كلها عبارة عن حسنات وسيئات، في حسنات توزن في سيئات توزن. جزء واحد هيك يقول الحسنات عبارة عن أمور اعتبارية مرت في معبر التاريخ وانتهت، والسيئات كذلك. فالباري عز وجل يقول لا لا لا، في وزن. والوزن يومئذ الحق، ويؤكد هذا فيقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ويقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ويكثر البيان الإلهي من ذكر الميزان والوزن حتى لا يبقى في خيالك استنكار للميزان أو محاولة للتأويل. تقول هو ما في ميزان يعني بس شغلة مجازية، لا لا، في ميزان حقيقي. طيب كيف يعني في ميزان حقيقي؟ وكيف توزن الحسنات؟ ثبت أن الله عز وجل يجسد كل من الحسنات والسيئات يوم القيامة ويجعل لكل منهما ثقلا. الباري قادر ولا مقادر؟ قادر، يجعل لكلهما ثقلا. ومن ثم
يخضع الله عز وجل هذه الحسنات والسيئات للوزن يوم القيامة. لاحظوا كلام الله عز وجل: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، قصرنا يعني، وهم يحملون أوزارهم على ظهوره ألا ساء ما يزرون. إذن الأوزار لها ثقل أم لا؟ آنذاك لها ثقل، اليوم فلان من الناس ارتكب الوزر ومشي، لا في له ثقل ولا في له شيء. نعم، فعل ما اشتهته نفسه ثم تحول ذلك إلى ذكرى كما نعلم، لكن يوم القيامة ربي عز وجل يعيد هذه الفاحشة أو هذه المعصية بحجم ويخضعها للميزان تماما. الحسنات كذلك، هكذا قضى الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: طيب وما الحكمة من أن يخضع الله حسناتنا وسيئاتنا للميزان؟ أنا يعلم الباري يعلم، صحيح، ولكن كم وكم قلتها لكم، ربنا عز وجل أمر القضاة في دار الدنيا أن لا يقضوا إلا بموجب، نعم، إيش؟ البينات، بموجب البينات يعني الوثائق التي تنطق بأن هذا محق وهذا مبطل. يعني لا يجيز الله للقاضي أن يقضي بين الناس بمقتضى علمه ولو كان الرجل عادل، أبدا، تقضي بينهم بموجب الوثائق. القاضي قال: طيب أنا أعلم القضية وما في وثائق، أعلم أن هذا مبطل وهذا محق. الشارع يقول: على القاضي عندئذ أن ينزل عن قوس القضاء ويقف شاهد، ساعتها بيصير كلامه وثيقة، يقف شاهد أمام قاض آخر. فربنا عز وجل ألزم ذاته العليا بما ألزم به عباده، ما بيقضي يوم القيامة بمقتضى علمه، لا، بمقتضى الوثائق. طيب، في حسنات وفي سيئات، أنو أكثر يا ترى؟ يجعل الله عز وجل للحسنة وزنا على قدرها، ويجعل للمعاصي أوزانا أيضا على قدرها، وتوضع الحسنات في كفة والميزان والسيئات في كفة. فمن رجحت حسناته الباري بيغفر له السيئات المرجوحة، ومن رجحت سيئاته وخفت كفة الحسنات، يعني طاشت كفة الحسنات، فهذا هو الذي باء بالخسران. هذه هي الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى يخضع الحسنات والسيئات للوزن. شيء آخر، ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يجعل مصير الإنسان نتيجة لحياته التي أمضاها في دار الدنيا، يعني تماما كالفلاح الذي يكون حصاده نتيجة لزرعه، يحصد ما زرع كيفما كان. أيام الزرع هل أجهد نفسه؟ نعم، فلح تماما وزرع وتعهد زرع بيحصد طيب، إذا أهمل إلى آخره فحصاده سيكون خسرانا. كذلك الباري عز وجل يجعل للسيئات حجما ليريك ماذا كنت تصنع، ومن ثم يقدم لك عاقبة ذلك، ويجعل للحسنات حجما ويريك ما كنت تصنع ويجعل أيضا لذلك حجما. نعم، انظروا إلى قول الله تعالى:
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بعدين شو قال؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم، ولا يظلم ربك أحدا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لك مو نسخ بس كتابة، صوت وصورة، ومو بس صوت وصورة، مجسد كمان. تجد تفتح أمامك نافذة فتجد نفسك تماما ماذا كنت تصنع. إن كنت نسيت هنالك من يذكرك، أحصاه الله ونسوه، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. لو أن إنسانا من الناس قال والله أنا يعني لا أستطيع أن أهضم فكرة أن الحسنات والسيئات سيوزنان. الحسنات كيف بدها توزن والسيئات كيف بدها؟ لا، هذا عبارة عن كلام مجازي، لا في وزن ولا في كفر. لماذا؟ لأنه أنكر الصريح من كلام الله. والوزن يومئذ الحق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن خفت موازينه فأولئك هم المفلحون، إلى آخر الآيات التي تؤكد حقيقة الوزن. رب العالمين قادر، قادر أن يفعل ذلك. ومرة أخرى أقول أيها الإخوة، أمام هذه العظائم نطل فنجد نافذة تذكرنا بعظيم فضل الله ورحمته، ونطل على نافذة أخرى نجد والله المسألة عسيرة وصعبة جدا 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 جدا. ورد في الصحيح أيضا أن فئة من الناس، واحد طبعا واحد مضرب مثل للملايين، توزن أعماله الصالحة والسيئة فترجع أعماله السيئة، أعماله الصالحة ما في شيء، أمام الأعمال السيئة ما في شيء، فييأس هذا الإنسان من رحمة الله، ثم ينظر إلى بطاقة قد نزلت من علو، بطاقة هبطت في كفة الحسنات، كفة الحسنات كانت طائشة، وإذا بكفة الحسنات رجحت بسبب بطاقة ثقلت، وطاشت كفة السيئات. شو هي البطاقة؟ هذه البطاقة كتب عليها أشهد أن لا إله إلا الله. مات الرجل وكان آخر كلامه أشهد أن لا إله إلا الله، والنبي بيقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. شوف هالحديث هذا بتنتعش بتقول يا رب الحمد لله، بس وين الضمانة؟ هات لشوف اضمن لي إنه إذا جاء الموت وجاءك ملك الموت تذكر تقول أشهد أن لا إله إلا الله. يلي بيذكرك فيها هلا، كسرة اهتمامك هلا فيها بتذكرك، أما إذا لم تهتم بها والله صعب. منتابع الحديث إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية يا رب العالمين، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعل آخر كلامنا في هذه الحياة الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تختم حياتنا بأحب الأعمال إليك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن توفقنا ل
لصالح الأعمال، وأن تجنبنا الطالح منها يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تأخذ بنواصينا إلى ما يرضيك، وأن تصرفنا عما لا يرضيك، وأن تديم علينا عين عنايتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. طهر اللهم قلوبنا من النفاق، طهر اللهم ألسنتنا من الكذب، طهر اللهم أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك، أذقنا كرم استجابتك، اجعلنا بمنك وجودك جميعا يا رب، جميعا نحن وأزواجنا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. ارزقنا اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم اجعل حبنا لك شفيعا لنا يوم القيامة يا رب، اجعل حبنا لك شفيعا لنا يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام، اجعل حبنا لك كفارة لسوء أعمالنا ولذنوبنا وسيئاتنا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن أفئدتنا تحبك، ولكننا مقصرون في حقك، وسبب ذلك الضعف الذي وصفتنا به والذي قضيت علينا به، وخلق الإنسان ضعيفا. فنسألك اللهم أن ترحم ضعفنا، وأن تستر عيبنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر لنا عيوبنا في دنيانا وآخرتنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.